السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة اعمل لكم اكلة تراثية شعبية وتراثية ليها زي ما يقولوا جذور في بلدنا والدول العربية التانية، اسمها العصيدة. في كتير ما يعرفوهاش، هي طلبت مني صديقة ليا، طلبتها مني ان انا اعملها، يعني اعملها فيديو وانزلها، ان هي كانت بتاكلها من ايام جدتها ومش عارفه حد يعملها. فقلت لها حاضر انا هعملها لك. انا اهلي صعيده زي ما انتوا عارفين، وقلت لكم قبل كده ان انا امي فلاحه وابويا صعيدي، فالحمد لله يا رب بعرف الاكل من ناحيتين. فهي الاكله دي سعوديه، برغم انها سعوديه الا انها كمان اتضح لي ان هي في دول عربيه كتير يعرفوها، وهقول لكم عليها ان شاء الله واحنا بنعملها. هي مقاديرها بسيطه اكتر مما تتخيلوا. هحتاج كوبايه ميه، ماشي، واحتاج دقيق، دول كوبايات ميه، دول 3 مجات ميه صغيرين اللي هي العادي بتاع الشاي بتاعنا، دول 3، هنشوف هياخدهم كلهم ولا لا. هحتاج معلقه زيت، معلقه زيت واحده بس، وهحتاج ذره ملح، ده الاساس، الاساس بتاعها، ماشي. لما بنيجي بقى نعملها نشكلها بعد ما تستوي، بنحتاج زبده وبنحتاج عسل اسود او سكر. فدول المرحلة التانية، احنا دلوقتي في المرحلة الأولانية، دقيق، مية، ملح، زيت. هحط المية على النار تغلي واحط معاها ذرة الملح ومعلقة الزيت، ولما تغلي هنحط الدقيق وهشوف هقول لكم نعمل ايه. بصوا حبايبي انا حطيت المية اهي. بصوا بقى، احتاج معلقة خشب زي دي، لازم معلقة خشب، لازم أساسية، لأن احنا هنقعد ندعك فيها ربع ساعة أو تلت ساعة. حطيت المية وحطيت الزيت وحطيت الملح، هنزل بالدقيق واحدة واحدة وهقلب. انا بقى مش عارف اقلب معاكم، معلش، عشان انا بصور بايد واحدة، فانا هقلب واوصل لمرحلة وارجع اقلب تاني وهوريكم، ماشي، هنبقى مع بعضينا. بصوا يا قلبي، دي شكلها، هي كده مفرفتة، هي محتاجة مية تاني، انا حطيت كوباية مية تاني على النار تدفى، ماشي، هي كده، لا انا هحتاج مية تاني، انا حطيت 3 كوبايات دي كلهم. بصوا انا حاطه موطيه النار خالص، هي ده لسه نيه خالص، طبعا دي بتقعد حوالي تلت ساعه ولا نص ساعه بنفضل ندعك فيها. انا هفضل ادعك برضو واقلب فيها، بتقلبي جامد جدا بمعلقه خشب، تفضلي تقلبي تقلبي، عارفه زي بلح الشام كده لما بتنزليه الدقيق في الميه بتاعته بتعملي ايه؟ بنفضل نقلب ازاي بنفس المنظر، قلبي، انا مش عايزه نفرفك كده، خلاص كده، لا، اول ما الميه تبتدي تغلي هبتدي انزل بيها نقطه نقطه واقلب واقلب لحد ما اشوف اوصل للسمك اللي انا عايزاه والنوعيه اللي انا عايزاها. بصوا حبايبي، انا زودت نص كوبايه ميه، حبه صغيرين حبه صغيرين، وقعدت ادعك فيها، ولسه برضه هتفضلي تدعكي فيها قوي. دي ما تنفعش معايا الهاند بلندر ولا مضرب بيض بالكهرباء ولا اي حاجه غير معلقه خشب او حاجه كده اسمها الهراسه او مش عارفه اسمها ايه في الصعيد، في الصعيد يعني من جوه قوي هما اللي عارفينها. بتفضل المهم ان، بصي، افضلوا يدعكوا بيها، المهم ان تحت ما تشدش من تحت منك وما تلزقش من تحت. هتفضلي تقلبي، تمسكي بايد وتقلبي في ايد لمده ربع ساعه تلت ساعه، لحد ما الخليط ده كله يبقى منك ناعم 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 اكتر مما تتخيلي. وبرده انا كل شويه هوريك انا وصلت المرحله شكلها ايه. بصوا يا قلبي، ما اقولكوش، خلاص انا اتهديت، يعني بجد، يعني الله يرحم بجد جداتنا وامهاتنا اللي كانوا بيعملوا الاكل صعب جدا، فعلا فعلا صعبه صعبه صعبه، عشان انت اللي تلف الخليط ده كله على نار هاديه تفضلي تدعكي فيه لحد ما يبقى ناعم جدا، منتهى الصعوبه. انا غيرت معلقتين خشب عشان اعرف زي ما بيقولوا ارتاح، ايدي ترتاح شويه، متعبه، انا بريح شويه وعلى نار هاديه، هي موطيه عليها خالص زي الشمع، كل شويه بقلب فيها، هي المفروض تقلبي فيها على طول، لكن بصراحه انا مش قادره يعني اعمل الاتنين مع بعض. ودينا مواصلين مع بعض وهنشوف فعلا، هي فعلا سادة قال عليها عصيدة، فعلا عصيدة. بصي يا قلبي، خلاص هي كده المفروض انها خلصت، المفروض، انا قعدت ادعك فيها نص ساعة بصراحة، يعني ده اقصى ما انا عرفت اوصل له. بصي بقى بتعملي ايه، معلقة اهي بتحطي فيها الزيت، ماشي كده، تبتدي تشكلي زي ما انت عايزة، تشكليها كده دواير، تشكليها زي ما بتشكلي، اللهم صل على النبي، سد الحنك. بصي بتاعتي كده بتعملي لها شكل، هي عشان سخنه انا مش عارفه امسكها، لو هي مش سخنه همسكها. بتحطيها جنب بعض كده، يا اما بتحطيها مره واحده في قالب واحد او في طبق، وبتعملي حفره في النص. وانا دلوقتي بسيح زبده على النار، ماشي، وهطلع العسل وهشوف هوريها لكم وانا بحط عليها الزبده والعسل.
بس بصراحة زي ما بيقولوا شابوه لأهالينا. لا 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 لا، ارفع لهم القبعة والله. لا أكلة صعبة جدا، مكوناتها خفيفة وسهلة بس صعبة، صعبة في عملها، صعبة أكتر مما تتخيلي. أنا هجرب حاجة كده أشوف كده، لو مش سخنة قوي اهي كويسة. شكليها كده، بصي اعمليها كده صوابع كده وحطيها هنا كده، ماشي كده اهي سخنة هي على فكرة، بصي كده خلاص وحطيها كده. بس انا هخلص الطبق ده كده كله وهوريهولك. خلي بالك 3 كوبايات دي طلعوا معانا كمية كبيرة، عشان لو ولادك ما كلوهاش ومحدش حبها اعملي لا كوباية دي واحدة، ما تعمليش 3 زي كده. انا بس بعملها عشان خاطر اللي طلبتها مني اوريها لها هي بتتعمل ازاي. عصيدة اكلة تراثية بتتعمل في الدول العربية، بتتعمل عندنا في الصعيد. بصي شكلي كده عشان اللي ياخد ياخد المعلقة على طول، ماشي اهو بنحطهم جنب بعض كده. خلاص هخلص الطبق وهملاه وهشوف هشكلها ازاي. هنعمل ايه بعد كده؟ بصي يا قلبي دي الكمية كلها. بصي انا عملت كده كمية في يعني ده شكي، ماشي اهالينا زمان كانوا بيعملوها كده حاجة قطعة واحدة زي ما بيقولوا. خلاص انا بسيح السمنة، ماشي اجيب بس معلقة وادي العسل الاسود اهو. انا هعمل لكم حاجات كتير بالعسل الاسود صعيدي، يعني حاجات زي ما بيقولوا ايه تراثيه. انا بصراحه مش عندي سمنه بلدي بلدي، عندي زبده صفرا عاديه. بصوا تيجي انزل اهو كده، هي كده سوري معلش مش عايزه سمنه، سوري مش عايزه عسل، هي بتتعمل كده خلاص. بس هي اكله تقيله عشان محدش يقول لي ايه، هي اكله تقيله، اكله تقيله تقيله، سمنه وعسل ودقيق، بس ايه بتدفي في الشتاء بطريقه. بصوا بقى وادي العسل، ادي العسل اسود عليها خلاص. نيجي كده ده العسل الاسود، عايزه تكتري كتري، عايزه حطي سكر حطي سكر، عايزه مش عايز سكر حطي عسل اسود، هي كده يا سكر يا عسل اسود. هي دي العصيده بتاعت اهالينا بتاعت الصعيد، وزي ما بيقولوا جميع الدول العربيه، السعوديه تركيا المغرب اليمن، كل دول بيعملوا العصيده وبيعملوها في مناسباتهم، بيعملوها في افراحهم. طبعا دي بتبقى ساقعه، بيعملوها في الشتاء. بصي هي كده طعمها بيبقى حلو قوي. كل فتره كده هعمل لكم اكله تراثيه زي ما بيقولوا من بلادنا، اهالينا كانوا بيعملوها لنا زمان، جداتنا وامهاتنا الله يرحمهم جميعا. مش عيب، مش عن... لازم نرجع للاكل القديم ونعرف ولادنا بيه. انا عارفه ان هما طبعا هيتجننونا وهيطلعوا لنا عشان يرضوا ياكلوا، انا عارفه انا عارفه، بس ايه زي ما انتوا عارفين كده بالظبط. ادي ده شكلها كده، بصوا يا حبايبي ادي ده، ودي لو قطع واحده خلاص تتاكل ازاي، تاكل كده تاكل كده حته من هنا كده مع السمنه مع العسل. عارفه ان هي جريمه وجريمه كبيره كمان مش جريمه صغيره، بس ايه جربيها وادعي لي واعتدي عليا. ها جربيها وادعي لي، وجربوها في الشتاء في الساقعه جدا، ما يكونش عندك اي حاجه عايزه تعمليها، ما يكونش عندك لا ما فيش الا دقيق، دقيق وميه بس، حتى بيض مش عندنا، هنعمل ايه؟ هنتصرف، لازم نتصرف خلاص. يا رب تجربوها وتقولي لي ايه رايكم فيها، ومنتظره تعليقاتكم عليها، ومنتظره اللي هيعملها يقول لي ايه اخباركم فيها، يعني ايه اخبارها، واللي طلبتها مني يا رب تعملها وتكون هي دي بجد زي اللي جدتها كانت بتعملها لها. وبحبكم قوي قوي انا حنان رمضان.